أوضاع الكردي في إيران أوضاع سيئة. نعم. يعني هل توضح لنا أكثر؟ بمعنى هل يحق للكردي ما يحق لي الإيراني في داخل إيران؟ بالتأكيد الشعوب ما يتحملون ولا سقوط هذه النظام أن يكون إيرانيا إجباريا بحجة أن يكون دولة ديمقراطية. لا يتأكد أن يكون دولة ديمقراطية مع الفارس في المنطقة. طيب يعني أفهم من كلامك بأنه نحن على أبواب صراع مسلح مع الدولة الإيرانية أم سيكون ويتخذ شكل سلمي؟ لكن هم هدفهم تدمير أمن في أقليم كردستان، وحتى يرون للعالم أنه أقليم كردستان ليس دولة أمان. كيف تتعامل طهران مع هذا الحزب الذي يقاتلها في داخل البيت الإيراني ويكون حليف لها في الخارج؟ أكراد إيران، هل تخلوا عن إيران ديمقراطية؟ وكيف ستؤثر معركتهم مع النظام الإيراني في المنطقة؟ مع السيد عارف باوجاني رئيس حزب سربستي كردستان، لقاء خاص يأتيكم على أورينت نيوز في الأوقات التالية.